أمنة نصير عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر. ولدت بقرية موشة التابعة لمركز أسيوط في صعيد مصر، وهي خريجة أمريكان كوليدج سكول في أسيوط. لها جولات في مواجهة التيارات المتشددة في مصر، برلمانية بارزة دائما ما تكون في المقدمة. لها تصريحات دائما ما تتصدر وتشغل الرأي العام المصري. لا أحد يعرف كثير عن حياتها الخاصة. طبعا النهاردة إضافة إن إحنا هنتكلم معاها عن دورها البرلماني ودورها الديني والأزهري المعروف، هنتكلم عن بعض الجوانب الإنسانية والأسرية في حياة الدكتورة أمنة نصير. النهاردة حوارنا هيكون متفرد ومميز، علشان هيكون في شخصية متميزة ومتحدثة بارعة، طالما أضافت الحياة السياسية والاجتماعية والبرلمانية بآرائها ودورها النشط المتميز. النهاردة هنكون في حضرة الدكتورة أمنة نصير. دكتورة أمنة، حضرتك استقبلتينا بابتسامة تحمل الكثير من المعاني، غير ملامح حضرتك، يعني ملامح حضرتك جادة. هل يا ترى الابتسامة اللي أنا شفتها دي هي دي الشخصية الحقيقية للدكتورة أمنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعوني أقول لأهل مصر والإنسانية في كل مكان، كل عام وأنتم بخير، ونحن نحتفي بسيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. حضرتك بارك. ألم يقل لنا سيد الخلق أن تلقى أخاك هاشم باشا؟ هذا جزء من إسلامي، إن أنا عندما أرى أي ضيف أو حتى أنا أسير في الشارع لما أشوف حد وينتظر مني مودة لابد أن أقابله بهذه البشاشة وبهذا الوجه الطلق. هل البيئة السعودية كان ليها تأثير قوي في شخصية دكتورة أمنة نصير؟ بالتأكيد، يعني عارفة جيناتي، البيت اللي تربيت فيه بيت كبير، عائلة النصير كله جدية وكله صرامة، مفيش تفاهم في الخطأ أبدا أي ما يكون، فده بالتأكيد بقي في جيناتي وبقي في طبعي، ولكن أنا أتغلب عليها ببشاشة الإسلام والوجه الطلق كما أمر سيد الخلق أن تلقى أخاك هاشا باشا، لكن في طبعي وفي عاداتي وفي سلوكي لا، يعني أنا ست جادة جدا جدا. في حاجة استوقفتني قوي، إن البيئة اللي حضرتك منها كان في الفترة دي البنت بتوصل لمرحلة تعليم معينة، الإلزام، وبعد كده بت بت بتكمل المسيرة بتاعتها بس عن طريق أسرة وأولاد وزوج. إزاي حضرتك قدرتي في الفترة دي تقنعيهم أو تقنعي الأسرة إنك أنت تكملي تعليمك، والتنقلات ما كانتش عادية؟ يعني حضرتك اتنقلتي طبعا، السيرة بتاعتك يعني أنا قريتها بالظبط. إزاي حضرتك تتنقلي لمدرسة، ومدرسة أمريكان كوليدج سكول، يعني بيئة مختلفة تماما. يا ريت يعني توضحي إزاي. شوفي سيدتي الفاضلة، يعني أنا والدي عمل سلوك بسيط جدا، أوجد عندي تفتح كبير. تمام. إحنا موشة بينها وبين أسيوط 15 كيلو، كان يأتي كل يوم
الولد بتاع الصحف والجرايد جايبها من اسيوط وجاي يجيبها في البلد. فوالدي نبه عليه قال له وانت جاي، احنا بيتنا كان اول بيت في موشي، قال له وانت جاي اول بيت خبط وسيب الجرايد والمجلات اللي تعوزها اما. كانت نهم لقراءة المطبوعات في هذا الزمان نافذة خطيرة جدا، اوجدت لدي تفتح لم يكن في بيئتي ابدا، بل هو كان من ورق الصحف والمجلات في هذا الزمان. كانت نافذة وطاقة اعطتني حالة من الاتقاد الذهني والتطلع لبكرة. تمام. قد ايه كنت اكون سعيدة لما اقرأ مقالات السيدة امينة السعيد رحمة الله عليها، او لما اعرف اخبار الدكتورة بنت الشاطر الف رحمة لها، او الدكتورة سهير القلماوي، او السيدة المحامية العظيمة مفيدة عبد الرحمن. دي نماذج كانت لدي كطفلة في القرية اقرأهم من الورق. هذه البوابات الورقية هي التي اوجدت التطلع ان انا ليه ما كملش تعليمي وابقى تلميذة للدكتورة سهير والدكتورة بنت الشاطر، لماذا لا؟ فاذكر عندما طلبت هذا الطلب من والدي الى الان ما زال صوته في اذني، لما قلت له انا عايزه اكمل تعليم، فبص لي كده وقال لي يا امي ما انت دلوقتي خلاص خلصت اخر سنه رابعه السنه دي وبتقرا كويس جدا والمجلات والصحف بتفوت عليك كل يوم، تتعلمي ايه تاني؟ قلت له لا انا عايزه اروح اسيوط اكمل تعليمي الثانوي واروح الجامعه. قال يو يو يو، فاكره كده يو يو يو، ايه ده ايه يا امي كل ده؟ حبيبتي احنا هنا ناس صعيده، هنكم تاخدي سنه رابعه السنه دي وتقعدي في البيت ونعلمك شغل البيت وازاي تبقي زوجه وام في المستقبل، كانه مثلا قال هذا حطك في كهنه. فاول شيء تفتق ذهني رحت بعت الناظر المدرسه، هو كان يمتلنا بقرابه شويه. تمام. بعت له احد ولاد اختي الكبيره، قال لي استاذ عبد الرحمن كلم خالتي عايزاك. فالراجل جاء، قلت له عايزاك تقنع ابويا ان انا اروح اسيوط اكمل التعليم. فقال له يا امي ابوك برضه راجل شديد الطبع، حاضر انا هجيله بالليل. عايزه اقول لك حاجه، احنا البيت بيتنا الجناح الداخلي للنساء ولكل الحياه، وبعد كده الجناح الخارجي اللي هو فيه الدوار والمناظر بتاعت الدوار واستقبال الناس ببوابه اللي على الشارع. اذكر وانا اقف في الفاصل اللي يفصل ما بين الجناح الخارجي والجناح الداخلي الى الان اشعر بدقات قلبي. طبعا الاستاذ احمد عبد الرحمن قاعد يناقش ابويا ويقول لي يا عم حاج البنت دي متميزه، ده انا كنت بجيبها من سنه تانيه تقرا لي البنات في سنه رابعه، البنت دي عقليتها متفوقه، خساره ان يعني نموتها هنا. فابويا يقول لي يا استاذ احمد هو احنا عندنا بنات بتطلع بره البلد؟ ما ينفعش. بصيت الراجل الذكي وان ربنا اراد ان يفتح امامي طبعا، قال لي بص يا عم الحاج انا هدخلها لك مدرسه قسم داخلي، لا هتشوف حد ولا حد هيشوفها ولا حد يقدر يروح لها الا باذنك وجواب تسيبه للمدرسه. فسكت ابويا كده عشان مش عايز يحرج الراجل. الراجل صبح تاني يوم خد ملف المدرسه وطلع بيه على الكلية الأمريكية بأسيوط وراح مقدم لي داخلي وقدم لي في المدرسة. هل اختلاف البيئة دي كان ليها تأثير قوي على حضرتك؟ جداً. يعني بيئة صعيدية وبعد كده أروح لراهبات ونظام أمريكان، يعني ده هل عمل حاجة في تغيير حتى ضخم جداً. اتعاملتي معاه ازاي؟ أنا هو واضح إن أنا برضه فطرتي من منذ أن خلقت في هذه البيئة أنا فطرة لينة هينة حتى في طبعي دلوقتي. تمام. معرفش أتصلب في موقف، يعني حتى لما حد من أولادي أو من أقاربي نختلف في شيء يقولوا خدوا اللي تقول بيه الدكتور، طبيعتي مش عنيفة، هي خلقتي كده من الأصل، لكنها أخذتني صعب بيا ألف درجة.
ما بين بيئة مغلقة جدا، تقاليد صعبة، وخاصة في هذا الزمن الخمسينات بالظبط. ما هو ده، ما هو ده كان الغريب في التوقيت ده. صح. ازاي قدرتي تنجحي معاهم في اقناعهم انك تتنقلي بين المراحل دي وتكملي تعليمك؟ استاذتي الفاضلة، والله انا اقولها لك ان كان في تغيير الهي ربنا هيأني لي ان انا اشق هذا الطريق. حقيقة هناك قوة من عند رب العالمين وضعني في هذه المسؤولية، أو وضعني في هذه الطبيعة، أو يسر لي أن أنا أتعامل مع المستجدات الرهيبة دي وتتكيفي معها. وتكيف. اتنقلنا بعد كده على الأزهر و... لا، الأزهر ده كان موضوع آخر. أنا طبعا خلصت راح الأستاذ أحمد عبد الرحمن رحمة الله عليه، دخلني الأمريكان ودخلني داخلي، وكانت أيامهم تكاليفهم باهظة. هنا بقى عظمة الرجل الصعيدي، لم يستكثر هذه الأموال. يعني كان ياخد 250 جنيه وقت ما كان فدان الطين ب90 جنيه. طبعا. ولم يستكثرهم. كانت الناس تضرب المثل، الحاج محمد نصير مدخل بنته في مدرسة بيدفع لها 8 فدانين ونص طين. ما طبعا ده الرصيد بتاعهم. فالمهم خلصت من الأمريكان وخدت ما يقابل الثانوية العامة، ورحت كلية البنات في عين شمس. طبعا مروح الجامعة كان أشد مرارة، إن أنا بقى هروح، ده أنا رايحة القاهرة كأن رايحة كندا مثلا. فأذكر إن أنا قلت له طبعا جبت مجموع يعني يفخر بيه في عصرها 76%، غير مجاميع الزمن ده. كان تعليم مختلف ومجاميع مختلفة، لدرجة ان كان في معايا 2 بقى منهم واحد مستشار. بعد كده كل ما يقابلني يقول لي منك لله، انت الوحيدة اللي نجحت في العشر اللي كانوا في الثانوية، وكانوا طول الوقت البيت يعايرونا بيك اللي محصلتش بنت محمد نصير. فجبت 76%. ده قعدت سنة من عمري احارب ان انا اروح الجامعة. ليه اخترت الفلسفة بالذات؟ لاختلاف البيئات. يعني نشأت البيئة الصعيدية، نشأت في بيئة أمريكية تبشيرية. فرق السماء من الأرض ما بين بيتي وما بين المدرسة الأمريكية. تمام. فكان لابد، حتى فاكرة الدكتورة بالعنين الله يرحمه اللي هو كان رئيس الإيجيبشن جازيت، قال لي بصي يا أمنة، فلفسة دي اللي عايز تدخليها وهو يتنقور كده، يا بنتي انت جاية لك خريجة كلية أمريكية ولغتك، انت تدخلي قسم إنجليزي. فانا رفضت، قلت له لا، انا عايز ادخل قسم فلسفه واجتماع علم نفس، احنا بندرس الانسانيه الثلاثه. ففاكره طن فتحيه اللي هي كانت عميده الكليه، اكتشفت لما رحت هناك انها تمتلنا بقرابه من ناحيه امي. قلت لها يا طن فتحيه، انا تربيت في بيئه صعيديه زي ما انت عارفه، وتربيت في بيئه تبشيريه في المدرسه الامريكيه، انا عايز ادخل قسم فلسفه حتى اتوازن مع نفسي. كلمة أفاي بصيت كده، قالت لي أمنة الكلمة كبيرة قوي جدا. وما أقدرش يا بنت غير أقول لك اللي رايح يا دكتورة أبو العينين اللي عايزاه أمنة أدخل لها ملفها فيه. فأنا كنت عايزة أتوازن مع نفسي فعلا. برضه خلي بالك الدروبات دي مش شيء سهل، مش شيء سهل أبدا. إن إزاي يحصل موازنة بين كل مرحلة والتانية، ونقلة مش بسيطة، قاسية جدا، يعني مش بسيطة تماما. يعني كون ان انا اخترت القسم، هو الثلاثة كنا بندرسه مع بعض، فلسفة اجتماع النفس. تمام. وانا اخترتهم زي ما قلت لطنط فتحية رحمة الله عليها، انا عايزة اتوازن مع نفسي، ما انا مش عايزة ابقى ساخطة على بيئتي. صح. ولا عايزة ابقى منفلتة منها. هو ده التعبير السليم. يعني ان حتة التوازن نفسها بين البيئات المختلفة اللي حضرتك مريتي بيها ونجحتي. دكتورة أمنة، حضرتك دايما بتثيري الجدل بتصريحاتك والفتاوي وأرائك الشخصية اللي بتصرحي بيها. النقاب كان ليكي واقفة عنده وموقف معين، يعني إيه؟ وضحنا وجهة النظر. سيدتي الفاضلة، النقاب شريعة يهودية، وأنا كدارسة في مدرسة تبشيرية أنا درس البايبل والعهد القديم والجديد أكثر من المسيحيات نفسه. تمام. لأن أنا في مدرسة كنت أدرس البايبل اللي هو بتاع أهل المسيحيين، وأمعنت فيه لأن أنا في بيئة مسلمة وقارئة للقرآن إلى حد كبير.
فده ادالي حالة من الاطلاع على الأناجيل وعلى العهد القديم، فوجدت كم أن اليهودية قاسية على المرأة اليهودية، لدرجة أن كانوا يقولوا إيه في أصحاح 38، يقول المرأة اليهودية التي تخرج إلى ردهة البيت دون غطاء الوجه والرأس تخرج من الشريعة اليهودية، وكانوا لا يورثوا المرأة. فالقبائل اليهودية والقبائل العربية كانوا الاثنين عايشين عقود مع بعض في الجزيرة العربية. تمام. فبالتأكيد أن المرأة العربية في الجزيرة العربية تأثرت بثقافة اليهوديات الجوار. وفي نفس الوقت الرجل العربي في هذا الزمان كان سعيد جدا بالشدة اليهودية على المرأة، ومن هنا جاء حتى يعني شدة التقاليد والموروث الثقافي والعرف الاجتماعي والتفسيرات الدينية لنصوصنا الدينية الرحبة الواسعة اتأثرت بالفكر اليهودي نتيجة التجاور. مهما أقولك إن أكثر حاجة يتأثر بها بني الإنسان إن أنا يبقى جاري جنب أحد أتأثر به. وتعالي شوفنا هنا في مصر، يعني إحنا في مصر أنا وأهلي من المسيحيين ثلاث أرباع طقوسي وعاداتي أهلي من المسيحيين يمارسوها زيهم، ده لتجاورنا مع بعض. بس التصريحات دي بتقابل بهجوم شرس. لا أنا ما فيش علم. بتستقبليها لك. بتستقبلي النقد ده ازاي؟ قلت لهم أنتم تنكرون ما يأمر به القرآن، ارجعوا لسورة النور آية 30 وآية 31 التي تأمر المرأة والرجل بغض البصر، كيف الحق يطلب غض بصري ويقول لغض وشي؟ قعدت أقرأ، كان الله يرحمه الشيخ الغزالي كانت له جملة طريفة جدا، وهو رجل متخصص عندما يقول لما راح هناك وقعد يدرس وما قدرش يتصالح معهم برضو نتيجة نطاعة هذه المرحلة وبينه كرجل متفتح، يقول أنا أعجب للي بيصروا على لبس النقاب، هو لما ربنا بيقول له غض بصرك هيغض بصرك على أفاك ولا على وشك؟ فده النقاب لأنه غريب على الإسلام، ده ضد النص القرآني في سورة النور. هل حضرتك بتعتقدي ان الاعتراض دايما على الرأي المخالف وبيبقى بالقوة والشدة دي، هل الاعتراض لهدف الاعتراض ولا بيبقى بدون علم، ولا هي بقى سمة عندنا احنا في مجتمعنا؟ شوفي في موروثات ثقافية وفي اعراف اجتماعية. اصعب الصعب انك تحتك بالموروث الثقافي والعرف الاجتماعي. هي دي كانت مشكلتي انا، هو ما كانش اعتراضهم عليا على أسس عقدية أو على أسس صحيح الدين أبدا، ده كان أنهم ورثوا أمر وأنا قلت عكسه، بس ده كل المشكلة. هل إحنا بقينا بنخلط بين العرف المروس وبين الدين؟ يعني هل دي بقت مشكلتنا دلوقتي؟ وما زلنا فيها إلى الآن. ده ليه؟ نتيجة للأسف بعض الناس وعدد كبير وليس القليل ذهب إلى الدول الجوار ليأكل عيش، عايز يشتغل، هذا حقه، لكنه رجع لي بثقافة دول الجوار، ورجع لي بطقوس دول الجوار، ورجع لي بشدة الفقه لدول الجوار، هذا عكس ما تورثناه في مصر. مصر طول عمرها بحكم ان احنا موجودين على ضفتي النيل دولة هينة لينة طيعة بسيطة. انا اذكر عملت كتاب عن علم الكلام من حوالي 30 سنة، لم اجد فرقة واحدة علم كلام فيك يا مصر ابدا، احنا ما عندناش الجدل ده ولا الشدة في الرأي، بالعكس احنا خدنا الاسلام برحبته بجماله بوسطيته ببساطته، هكذا احنا تدينا بهذا الدين. لما راحت ملايين الاسر باولادهم والكبار والصغيرين والسيدات وسافروا هناك،
رجعوا لنا بالمظهر ده، ورجعوا لنا بالفقه ده، ورجعوا لنا بالتفكير ده. الفترة الأخيرة في تطرف فكري ونسبة الإلحاد زادت بشكل قوي جدا. نعم. إزاي إحنا نقدر دلوقتي نواجه ده؟ أنا هقول لك جملة واحدة قلتها لسه في محاضرة جامعة أسيوط أول أمس. إذا وجد التطرف لابد يوجد الإلحاد. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى يقول لك ونفس وما سوى عمل فيها إيه؟ فألهمها فجورها وتقواها. فالتشديد والتشدد على النفس البشرية يجعلها تتمرد، تقول لكم طب سلام عليكم سبتها لكم. يعني احنا مسؤولين عن الفكر ده؟ احنا مسؤولين بالتأكيد. ولذلك انا قلتها عشرات المرات في لقاءات فضائية، يا اهل مصر، يا اهل التشدد، والله هتبوءوا بانسلاخ ولادنا اللي تركوا الاسلام. انا جاتني مره الاحصائيه يقول الدكتوره عبدالله 3 مليون شاب ترك الاسلام. قلت يعني يبوءوا باثمهم المتشددون، هم السبب. لان اذا وجد التشدد يوجد الالحاد على طول، ما فيهاش اثنين. حضرتك استاذه عقيده وفلسفه، جمعت بالله. هل ده أثقل حضرتك واديكي القوة في الردود جداً على التيارات الدينية المتشددة؟ جدا. شوفي أنا الله يرحمه أستاذي الدكتور رشاد سالم، هو كان واخد الدكتوراه بتاعته من جامعة كامبريدج من لندن في ابن تيمية. فقال لي بصي أنا، أنت طالبة مش عادية، عندك تنوع علمي، عندك لغة، عندك فهم للعقلية الغربية وللعقلية الإسلامية. أنا عايزك تاخدي شخصية أبو الفرج بن الجوزي. من أبو الفرج بن الجوزي؟ ده شيخ بعد أحمد بن حنبل من المدرسة الحنابلة الأقوياء جدا، والذي يعد موسوعة القرن السادس الهجرة على مستوى العالم. فبدأت أتجه لابن الجوزي. طبعا ابن الجوزي ده هو اللي راح واخدني كده، وضعني في كل مصادر الفكر الإسلامي إلى أعمق ما يمكن أن أصل إليه، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في علم الكلام، في علم الأخلاق، في علم العقائد. كان عنده 183 مؤلف، ما لقيتش إلا 5 مطبعين، الباقي كله مخطوط. يعني عارفة كلمة إن أنا اندهست في فكر ابن الجوزي، إن أنا أقرأه من غير نقط. فابن الجوز ده هو اللي أخذني من الفكر اللي هو غير فكري، من الفكر التبشيري إلى الفكر المعتدل المتوازن. خلصت ابن الجوزي وأخذت مرتبة الشرف الأولى، وأذكر يومها جبت ناقشني في الرسالة ببنات عين شمس الشيخ محمد عبد الرحمن بصار شيخ الأزهر وقتها، حتى كان رئيس جامعة عين شمس رافض، يقول إحنا ناقصين أساتذة، لما تجيبوا لنا أستاذنا الأزهر فهو المشرف. قال له يا دكتور أنا اتعينت في الأزهر، وليه اتعينت في الأزهر؟ هقولها بعد ما قلت. فالمهم الراجل مع تشديد أستاذي وافق أن يجي الدكتور بيصار يناقشني. أنا دخلت الأزهر ليه؟ فأذكر قبل دخولي الأزهر كان في الإذاعة عاملة إعلان عايزة مذيعة. تمام. فأنا فرحت بقى بنفسي بقى خلاص، زي ما تقول بدأت أنسى تقاليدي. فتقدمت ونجحت، طبعا لغتي قوية جدا بالنسبة لكل اللي كانوا متقدمين، والحمد لله لغة العربية حلوة. فأذكر يومها في امتحان المايك الرجل قال لي بص يا أمنة، أنت جمعت أحلى ما في طمادر توفيق. ورحت الصبح استلمت في الأزهر، ومن هنا بدأت مسيرتي في الأزهر. فضل الدكتورة زينب عصمت ألف رحمة تروح لها، اللي كانت عميدة الكلية في وقتها، قالت لي أن احنا لسه أول سنة نخرج السنة، خليكي زي ما انت في عين شمس كملي مع أساتذتك ودينا عينك. ومن هنا بدأت الإزدواجية دي، إن أنا أعمل في الأزهر لكن دراسات العليا كلها في بنات عين شمس. حضرتك كان ليكي تصريح أن انت مش هتخوضي أو هتدخلي الدورة الانتخابية الجاية بتاعت البرلمان، وأنك انت بتفضلي أستاذيتي في الجامعة. إيه السبب؟ هقول لحضرتك حاجة، يمكن العمل السياسي مع أستاذة فلسفة
بيجد حالة من التصادم أو عدم الرضا، وخاصة لما تبقى التجربة الجديدة عاملة لي صدمة، إن أنا من ساعة ما اتخرجت وأنا في رحاب الجامعة لكن لقيت اللعبة السياسية مختلفة. كنت أنا حاطة للبرلمان فخامة كبيرة جدا، لقيته مش بالمستوى اللي كان في ذاكرتي، فعمل لي شق نفسي فعلا. لكن بعد كده زي ما تقولي دعكتني السياسة وبدأت أخذ وأد، ولو إن طبعا في أمور كثيرة جدا فيها عدم رضا، لأن برضو كأستاذ فلسفة مشكلة الفلسفة دي لا يرضيهم شيء من أصغر. أهم طلب إحاطة حضرتك قدمتيه للبرلمان من وجهة نظرك؟ أنا قدمت بخصوص خفاض البنت، لأن دي عادة قديمة أفريقية الإسلام ملوش دعوة بيها. أنا حررت الإسلام بنصوصه بأن الإسلام لم يأمر أبدا، واستخدام حديث معاطية استخدام جاهل، بأن خفاض البنت ليس له أي أصل في الإسلام. تمام. بالعكس حماية الجسد من أذاه في أي موضع فيه هذا أصل من أصول الإسلام. فده كان أكبر معركة خطها قصاد العشرة اللي هم الجماعة السلفيين اللي معانا في البرلمان. إيه القانون أو التشريع اللي حضرتك كنت بتشوفي إن لازم البرلمان إن هو يقوم بتشريعه مؤخرا؟ هي حماية الأسرة في كل أوضاعها واللي إحنا غرقانين فيها دلوقتي. تمام. كيف تحمى المرأة المطلقة؟ وتكديت آراء كثيرة جدا وأثارت الجدل حواليا كتير جدا. حماية الطفل الذي ولد في بيت الشقاق أو بيت الطلاق في بيت الشقاق. أنا فاكرة مرة كتبت بحث كبير ونشر أبناء الشقاق في بيت الطلاق، كيف نحميهم في البعد النفسي والأخلاق والإنسان، لأن الولاد دول إحنا بنأذيهم. البيت طالما في هذا الخلافات وهذا التشقق وكسر البيت بيتأثر. يعني تعديل القوانين الأحوال الشخصية اللي حصلت في الفترة الأخيرة، ده الأكبر اللي أتمنى أن أنا أخلصه قبل السنة ما تخلص. يعني حضرتك بتعتقد أنه ممكن يحد من تفكك الأسري؟ هو ابن الرجل للأسف مش قادر يخرج من ثقافة السيد. ده حقيقة. ولا بنت المرأة هي ست أمينة. فأنا لا بقى عندي لا ست أمينة ولا عندي السيد، ومع هذا الست أمينة خلاص طرحت كل حاجة، ما عادش عندها أي رغبة في الطاعة أبداً للأسف. إيه سبب الهزة النفسية اللي موجودة في المجتمع في الفترة الأخيرة؟ زي ما بقول لك كده لخصتها في التلخيصين دول، إن هي البنت انسلخت تماماً من الطاعة وأصبحت ذات دخل وذات وظيفة وذات عمل. لم تعد أبداً الست اللي في البيت تقول أمرك يا سيدي، أو أنا ما أقدرش أبداً أرفضك لأن أنت مأكلي ومشربي وحصنت بيتك. لا، البنت اشتغلت وبقت قوية. إحنا أنا بقى ما بين هذا وبين ذا. أنا ما أحبش بنتي تقوى على بيتها بهذه الصورة، ولا أحبها تنسحق. أنا عايزة بنتي ذات كرامة تعرف ما لها وما عليها، وبأن الطاعة في البيت ليس الانسحاق. هناك شتان ما بين الطاعة الودودة لشريك حياتها وبين الطاعة اللي عايزة تجعل البيت لا ينكسر، وما بين النشوز الذي في أبسط شيء تكسر البيت. ما هو ده كان سؤالي، إيه سبب الخلل ده اللي ظهر بشكل مفاجئ في الفترة الأخيرة عن البيت؟ ففي اختلافات في البيت. في اختلاف في تربية البيت، تربية الولد، يعني انغماسنا في الإلكترونيات وترك موروثنا الجميل من عاداتنا وتقاليدنا. عاداتنا وتقاليدنا فيها الجميل وفيها الغس. الغس نترك والجميل نحتفظ به. أنا أذكر إحدى السيدات مرة بتقولي في التليفون، أنا كلمت بنت قلت لها أعمل لك إيه في العشاء؟ قلت لها هي فين بنتك؟ قالت لي معايا في البيت. قلت لها بتكلميها في التليفون؟ يا شيخة بئس ده تليفون، ده انت تدخل عليها وقاعدة تذاكر وتطبطبي على شعرها وعلى كتفها وتشمي ريحة بقها وتشوفي ايه اللي قدامها بتذاكر.
يا ستات الزمن الوحش ده، أيوة أرجوكم أيوة فعلا، أفيقوا لتربية أولادنا، أفيقوا لمتابعة أولادنا. يعني أنا أذكر لما كان ولاده وما جايين من الامتحانات ويضربوا جرس التليفون، جرس الباب، أحس من رن جرس الباب هم عاملين إيه. ده حقيقة، ده حقيقة. قلت له لا، أنا أرجوكم يا بناتي بلاش الانسلاخ من ثقافة البيت اللي تورثناها، ومن ثقافة التقاليد الحلوة لبناء البيت. صحيح يا ستي، بلاش، مش ده مفخرة ليك ان انت بتكلميها في التليفون تقولها احط لك في ساندوتشك ايه. فاحنا للأسف افتقدنا بالظبط، يعني ده بالظبط التعبير السليم، ان انسلخنا من ثقافه من ثقافتنا وتربيتنا. أيوة. والروابط والقيم والمبادئ للأسف. يعني اما بشوف حضرتك ازاي اتنقلتي بين البيئات المختلفه ومع ذلك ولم تتأثري تهمني كل شيء، وعملتي موازنه بين ده، ليه احنا دلوقتي بيحصل هذا التطرف وهذا الانحلال اللي احنا عمالين نشوفه في المجتمع في الفتره الاخيره. وبرضو انا ليا يعني وجهه نظر من ان انا شايفه ان احنا اللي بنساعد كل حالات التطرف اللي بتظهر انها تنتشر، والحاجات الاباحيه اللي بنساعد على انتشارها السلبي كل الحاجات السلبيه حاجة. انا شايفه ان المجتمع مسؤول عليها مسؤوليه كامله، ان احنا ترويجنا لهذه الامور هي اللي ساعدت على انتشارها وتجذرها في مجتمع. يعني لو احنا كنا عملنا بلوك عليها ما كانتش وصلت للمرحله منها. كنا خرجنا منها، لكن احنا ساعدناها على التجذر بالزبط. في ثقافتنا وفي عقول ولادنا وفي عقول بناتنا وفي عقول اطفالنا. يعني ده حتى تعودهم على ترويج الشائعات والكلام أفضل. وتكرير الكلام بعدم علم وفهم. احنا برضو الاهالي اللي ساعدت على ده. انا عايزه اقول لك حديث جميل يستوقفني. اتفضلي. لما يقول لك صلى الله عليه وسلم عليه كفاك إثما أن تنشر كل ما تسمعه وتراه، ده إثم. إحنا دلوقتي على أي موقع نشوف أي حاجة نروجها أو نشيرها كما يقال، فالتشيير ده هو الذي يعنيه الحديث كفاك إثما أن تردد أو تنشر كل ما تسمعه. فإحنا طول الوقت مالين نشير هذا البلاء ومن غير ما بنتأكد إن ده صح ولا أبداً. غلط أو المعلومة دي مظبوطة ولا لا بالتشير. بالزبط. فدي للأسف أنا بعتبر هذه النقطة اللي مع حضرتك نرسلها لكل بيوتنا في مصر، يا ريت، ولكل شبابنا ولكل شاباتنا. أرجوكم لا تشيروا كل ما تسمعوه أو كل ما تقرؤوه على الكمبيوتر أو كل ما يأتيكم من غث من جهات تريد أن تكسرنا. أرجوكم كفوا عن هذا التشيير لأنه اسم عظيم كما وصفه سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. حضرتك كان ليكي تصريح على أن الدين الإسلامي مش كل الأحكام والفتاوي تصلح لهذا الزمن. أنا بشكرك على وحضرتك طبعا اتهاجمتي هجوم لأن ديننا صالح لكل زمان. هو صالح لكل زمان. يعني تعقيدك. أنا في جملة قلتها وأنا عميد للكلية في مجلس الجامع. وهي ما زالت في أرشيف مجلس الجامعة إلى هذا اليوم. ماذا قلت؟ كان في 67 عميد في مجلس الجامعة. من اسكندرية إلى أسوان. تمام. وقلت بالحرف الواحد: يا عمداء كليات الأزهر ويا أساتذتهم، هل نحن قادرون على أننا لا نقتلع من جذورنا ولا نغترب عن مستجدات عصرنا؟ ما بين عدم الاقتلاع وما بين عدم الغربة من المستجدات جسر طويل، هل نحن قادرون على العبور عليه؟ نأخذ منه ما يصلح به عصرنا ونترك ما كان من طبيعة عصره لا نأخذه. هذه الجملة يفتح فيها مجلد طبعا، وقلتها لمجلس الجامعة أمام 67 عميد لكليات الأزهر من اسكندرية إلى أسوان.
وانتظرتهم يرد علي. فبص لهم كده رئيس الجامعه وقتها اللي هو رئيس المجلس، ما ترد على سياده العميد. لم اسمع الرد بها. احنا ينقصنا كثير للانتفاع بهذا الدين العظيم. لدينا تراث لا يوجد عند اي حضاره في الكوكب الارض كله. صحيح. وانا اقولها ليس من عاطفه بل اقولها حقيقه علمية. ومن كثره هذا التراث اصبحنا عارفه الفيلم اللي كان يقولك الايدي الناعمه عشان ورث ارض وورث مال، ففضلت ايدي ناعمه ما شاءاش في الشغل. احنا بقى العقل الناعم من كثره ما ورثنا وضخامه ما ورثناه اصبح عقلنا ناعم مش محتاجين لحاجه. وده اللي موت في عقول العلماء المعاصرون من المؤسسه بانهم ينهمكوا في الاجتهاد ويخرجوا بالجديد للمستجد في هذا العصر. احنا اسلامنا اخر الاديان اليس كذلك؟ والحياه كل يوم في شان، فكيف تحكمني بكل ما ورثته والحياة فيها الجديد لم تكن بضاعة السابقون؟ دي مشكلتنا، لازم نعرفها. إن السابقون رضي الله عنهم جميعا اجتهدوا لزمانهم ولقضايا زمانهم، فلماذا نحن لا نجتهد لقضايا زماننا وما أكثرها؟ واسمحي لي يا دكتورة أن ده تقريبا سبب برضو المشاكل الاجتماعية اللي احنا بنقابلها في الفترة الأخيرة. بالضبط، يعني والتفتت اللي حاصل في الأسر والبعد عن الدين، والناس حافظين الدين مش فاهمينه، حافظين نص وشكل بس، لكن سلوك تطبيقي على أرض الواقع لا، مش موجود. من الحاجات كمان اللي انتشرت جدا في الفترة الأخيرة فكرة الفتاوي الكتيرة اللي اتقالت، وبالذات عن موضوع الحجاب. يعني اسمحي لي بعد إذن حضرتك أني أنا ليا رأي خاص بي أنا كنيبال، يعني أني أنا بشوف أن كل واحد يمارس طقوسه الدينية بأسلوبه وبقناعاته وباستطاعته وقدرته، لأن دي طاقة لا يغيرها أي طارئ. بالضبط. وإن في الآخر كل إنسان حسابه مع ربه. بالضبط. مين صح مين غلط؟ إحنا بنحب نبقى أوصياء على بعض، ودي كارثة. ده مرض الوصاية على بعضنا البعض، دي أكتر ظاهرة في هذا الزمان. أنت لست وصية علي، أما اليوم القيامة ده جاي يعمل إيه؟ بالضبط. يوم القيامة ده لماذا يا مسلمون؟ لأنه سيزن كل إنسان، يوزن عمله إن كان صالحا أو طالحا. أنا يعني عايزة أقول إن الفتاوي اللي طلعت في موضوع الحجاب الفترة الأخيرة عملت بلبلة كتير عند كثير من السيدات، وخلت ناس سلخنا من الحجاب. بالظبط. ده النسبة الأكبر. أنا برضو مش مشكلتي أبدا ولا بتكلم حرة. على اللي هي عملته، أنا صعبان عليا ولادنا لأن إحنا خدناها عارفة زي تقليعة كده موضة، والكل لبس الكل، وبعد كده خلصت الموضة الكل خلع الكل خلع. وإن بفتوى فين قناعة كل واحد باللي هو بيعمله؟ مش المفروض أنا عاملة الحاجة دي وأنا عندي قناعة كاملة بإن هو ده فرض عليا حتى يصمد معي لآخر العمر؟ بالظبط. القناعة الكاملة دي عندما أقدم على أي عمل في مظهري في فكري في أدائي سيلازمني لآخر العمر، لكن إن أنا أقلد ظاهرة ظهرت أو حاجة كده أصبحت كده الكل يتكلم فيها وبقت مستحبة، بدأت إنها يعني تخفض، أبتدي أخلع. برضو يعني اعتراضي على شيء واحد، إن هم بيغيروا من نص من الفتاوى، وأنا شايفة خطر كبير جدا جدا على أولادنا لأنها بتعمل رج فكرية وعقدية. أنا مش مشكلتي اللي هم عملوه، يعني اللي هم عملوه هم متحملين مسؤوليته، لكن الأولاد اللي طالعين ولسه ما عندهمش القدر الكافي من العلم بالدين ويتبينوا الغص من السمين. بالضبط. فخلاص بقوا ماشيين ورا طب احتفظي، أنت عملتي حاجة تحملي مسؤوليتها بلا فتوى في كل الأحوال.
الفتاوي دي بتهدم المجتمع. هم حتى ساعات لما تدي لهم رأي يقعدوا ايه يلفوا يدوروا معاك. بالظبط. لسه انا امس امبارح حصل ده معايا، قلت لها يا سيدة الفاضلة انا استاذ فلسفة وعقيد، انا قلت لك رأي ورأي استنادا الى الفقهاء وليس من عندي انا، رضيت خديه، ما رضيتيش خلاص انا مالي. بالظبط. الجائي في حاجة اسمها دار الافتاء لكل الناس. فللأسف هي في مقولة بيستخدموها كتير يقولك ايه، علقها في رقب مفتي، رقبة مفتي عشان تخرج انت من المسؤولية. ازاي يعني احنا بنتحايل، يعني احنا بنتحايل على الدين. بنتحايل، هو ده احنا بنتحايل على الدين. انا الموضوع مستوقفني قوي، لان لما يبقى في تصريحات، التصريحات دي بتقول حلال وحرام وانا مش تخصصي الحلال والحرام، يعني ازاي؟ يعني ازاي؟ انا بشوف ان ده خطر وبعدها تاني على اولادنا. انا اتمنى لمن يتصدى للفتوى، هذه مسؤولية دنيا كبيرة وآخرة، كبيرة جدا، وأمام الله سبحانه وتعالى، فلا تسارع بها ولا تنقضها من وقت إلى آخر. أنا دي دعوة بدعو لها كل من يتصدى للفتوى أو للفتوى. طب نعمل إيه؟ أو دور المسؤولين أو المؤسسة، نعمل إيه؟ نعمل إيه عشان نقدر نحمي ولادنا من هذا الخطر؟ هو الحقيقة أتمنى من المؤسسة المسؤولة وهي مؤسسة الفتوى إنها تعمل نوع من الضبط والربط، إنها تطالب الأساتذة والشيوخ بأنهم يثبتوا على الفتوى ولا ينجرفوا خلف كل طالب فتوى حسب مقاسه. الفتاوى ليست بالمقاس أبداً، الفتاوى كما يريدها هذا الدين العظيم، وعندما يريد هذا الدين العظيم لا يحدث بها تلاعب من وقت إلى آخر. الإعلام له دور؟ طبعا طبعا، ده الدور الأول. قبل ما هنهي حواري مع حضرتك، سؤال عايز أقوله، حضرتك بتشوفي الدين المسيحي إزاي؟ هو دين هادئ، دين محبة، دين لما يدخل في صراع حتى يكون فيه. أنا كويس سؤالك ده مهم جدا، وده استوقفني عملت فيه بحث وأنا في أوروبا وترجمته حتى بعد كده. الإسلام عندما نزل تحوقل حوله كل الأعداء في الجزيرة العربية وفي اليهود في هذا الزمان ومن قبل المسيحيين في هذا الزمان. ولولا صمود صلى الله عليه وسلم وصمود أن هذا الدين حفظه الله سبحانه وتعالى كان ممكن يكون تاه مع الزمن. بعد ذلك ما فضلت أوروبا تطمح في الشرق وتريد أن يعني تستولي على خيراته وتستولي على بيت المقدس، بدأت الحروب الفرنجة. إحنا في التاريخ العربي نسميها حروب الفرنجة، هم شوفوا لأن لهم هدف معين نسميها الحروب الصليبية، واعتبروها ده حرب مقدسة، واحنا في تاريخنا أكثر إنصاف. في هذه المرحلة حدث حالة من التصادم في الفتاوى اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، شيء رهيب في تكفير الفرقين بعضهم لبعض، في وجود كثير من توظيف بعض الآيات التي نزلت عندما كان يحارب الإسلام من قبائل الجزيرة العربية استدعوها ووظفت أمام الغرب. هذا الحصاد بكل أسف، أنا لسه قلتها برضو من يومين، إن لو استدعناه دلوقتي هتنقلب الكوكب الأرض ده إلى نار. اتركوا ما كان له زمانه، ما كان له ظروفه، ما كان له ثقافة عصره، ما كان له حيوية عصره. هم بقى مشكلتنا مع الإرهابيون دول إيه؟ إنهم استدعوا ما ليس من زمانه، ما ليس في مكانه، ما ليس في ظروفه، ما ليس كان من ضروراته، وبدأوا يستخدموها لأهل العصر. وده استخدام فيه نطاعة وفيه عدم إنصاف
لا للنص اللي استخدموه ولا لواقع الحياة اللي احنا فيها. ده اللي أنا أحب إن أنا أطرحه الآن وأقول هذا على أسس علمية وأسس عقدية وأسس إن أنا محبة للإنسانية. أنا لا أقول على المسيحيين إلا أهلي، هم أهلي حقيقي. عندما جاء عمر بن العاص ودخل مصر، دخل بخمس تلاف جندي، وكان أهلي هنا في أمر أيامهم من قبل الرومان. فلما دخل الإسلام بهذه الرحابة وبهذه المودة ونادى عمرو بن العاص بذكاء يا بنيامين، اللي هو كان عظيم المسيحيين في هذا الزمن. يا بنيامين، كان يهيم في الجبال 13 سنة من هؤلاء الرومان، اخرج وتعالى وارعى أهلك وارعى كنائسك. هذه المودة جعلت كثير من أهل الأقباط الأوائل أسلموا. فممكن يبقى جدي أنا الكبير كان أصله مسيحي وأسلم. وده الاندماج اللي حدث في النسيج المصري. ودي اللي مش هام نصير اللي بتقوله ده، قالته باحثة ألمانية كان اسمها مارجريت كاندل، أيوة كويس أنا فاكرة الاسم. عملت أبحاث على جينات الشعوب، فانتهت إلى الآتي، قالت الجينات التي وجدتها متطابقة بين شعوب الناس المنطقة كلها كان الشعب المصري. وجدت جينات المسلم والمسيحي في تطابق 98% بين الطرفين. وهي بتقولها ما تعرفش الجذور اللي أنا بقولها دلوقتي، لكن هي الجذور إن أنا في أجداد الأوائل كانوا ممكن كانوا مسيحيين، ولما دخل الإسلام بهذه الرحابة واستوعب المنطقة كلها أسلموا. ومن هنا هذا التقارب بيننا. ما نحسش بحالة نفور أو أنه هو شيء وأنا شيء، ما نحسش بهذا. ليه؟ لأن إحنا في الأول والآخر الجد واحد والثقافة متقاربة. متى حدثت هذه النعرات السخيفة وغياب التسامح اللي كان يملأ الشعب المصري؟ زي ما قلت منذ قليل، سفرنا إلى دول الجوار وعودتهم بثقافة دول الجوار اللي ما عندهمش طبيعتنا ولا عندهم ثقافتنا ولا عندهم نسيجنا الإنساني. أنا نسيج الإنساني غير نسيجهم الإنساني. عايزة حضرتك في ختام ساعة مع نبال النهاردة أنك توجهي إيه لكل فرد بيشوفنا، أن نقدر إزاي نخرج نعيد مصر تاني والمجتمع بتاعنا يرجع زي ما كان. والله دعوة من قلبي، وأقول لأهل مصر جميعا، أهل مصر ده بلد عظيم جدا. يا أهلي اشعروا بجماله. إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى اختار دون الكوكب الأرضي أن يتجلى في أرض سيناء بلدنا، هذه واحدة. يعني إن أنا أشعر إن هذه الأرض تجلى عليها سيد الخلق الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه السلام يقول لك إيه؟ يعني خير أجناد الأرض أهل مصر. والمسيح عليه السلام عندما يقول بورك شعبي مصر، هذا البلد وشعبه الذي تجلى في أرضه الخالق سبحانه وتعالى، والذي باركه قرآننا الكريم ادخلوها بسلام آمين، والذي دعا لها بالبركة السيد المسيح عليه السلام، والذي يعني شكر فيها وفي جنودها وفي أجنادها رسولنا العظيم. في أجمل من هذا؟ وشعبنا في حياته كلها، والله ما كنا نعرف في قريتي ما كنت تعرف المسلم من المسيح، عم حنة من عم أحمد، دي حقيقة. ما عشنا هذا النوع من التنافس والفرقة. فادعوا لي يا أهلي في مصر، يا أهلي من المسيحيين ويا أهلي من المسلمين، تحابوا مرة أخرى وتقاربوا مرة أخرى، وابتعدوا عن كل ما يوجد فرقة بيننا. كونوا فيه السماحة العظيمة التي هي جزء أصيل في أخلاقه صلى الله عليه. يعني أنا مش عايزة حواري ينتهي معاكي حقيقي، وأنا مستمتعة جدا جدا ومتفتح، وفي قضايا تستحق الكلام والله.
بتمنى ان النهارده نكون قربنا من الدكتوره امنه النصير. بشكر حضرتك جدا على حسن استقبالك. انا بشكرك على هذا الحوار الرائع يا استاذه، والله انت حوارك جميل وانا بشكرك عليه ومس كل شيء مهم في حياتي. انا بشكر حضرتك وبشكر وجودك معانا في ساعه معانا. انتوا نورتوني واهلا وسهلا بيكم. اهلا وكل سنه وكل الانسانيه في مشارق الأرض ومغاربها بخير وسعادة ومودة وتسامح وحب يا رب العالمين. يا رب، ويا رب نرجع تاني زي زمان بقيمنا ومبادئنا ولمة أسرنا والحب الجميل اللي موجود. والله يا أستاذة إيبال ما كنت أعرف وأنا في المدرسة الأمريكية، ما أنا عايشة وسط زميلات المسيحيات جميعا، ما كنت أعرف الفرق ما بين سلوى عبد المسيح وما بين أي أخت تاني، ولا عمري شعرت بهذا الشعور أبدا، ولذلك بقيت هذه المودة في داخلي. رسالة توجهيها في الختام للرئيس عبد الفتاح السيسي. أقول له يا نعمة السماء علينا، يا رئيسي أنت هبة من الله أرسلها رب العالمين في وقت كنا في حاجة إليك كثير، أدامك الله علينا وأدام مصر بخيراتها وبتقدمها وبنجاحها بقيادتك الحكيمة القوية الأبية، بارك الله فيك وفي قيادتك وفي شعب مصر وفي جيش مصر وفي جنود مصر، بارك الله فيكم جميعا. دكتورة أمنة نصير بشكر حضرتك. أهلا بيك، ده أنا اللي بشكرك على حوارك الجميل. في نهاية ساعة مع نبال النهاردة طبعا استمتعنا بحوارنا مع الدكتورة أمنة النصير، وشفنا مثال للمرأة المصرية المصبرة القوية اللي قدرت إن هي تغير فكر، وفي فترة من الفترات أعتقد إن إحنا في العصر بتاعنا دلوقتي اللي إحنا موجودين فيه كتير مننا ما يكونش يقدر انه يدي يبقى عنده الجراءة ولا القوة انه يعمل ده. من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها ان في حاجات كتير احنا مساهمين فيها في مجتمعاتنا، انتشار الشائعات وترويجها بلا علم وفهم، مش عارفين احنا بنقول ايه، مجرد ان ايدينا بتتحرك من غير ما نشعر نعمل شير لاي حاجه بنسمعها وبنشوفها من غير وعي من غير فهم من غير ما نتحرى المعلومه دي صح ولا لا. ده اسم كبير احنا بنقوم بيه في نشر بلبلة عند ابنائنا وعند ولادنا من غير ما نحس، بنبهدل حياتهم ونرجع نقول الدنيا وحشة، ايه السلبيات دي، ايه الزمن اللي احنا عايشين فيه، واحنا كل ده عملناه بايدينا. استحملوا كلامي لاني دي قناعتي، واللي زادت اكتر بعد ما قعدت النهاردة مع الدكتورة امنة نصير ان احنا اللي ورا كل المشاكل اللي ظهرت في المجتمع في الفترة الأخيرة. انتبهوا لأولادكم، انتبهوا لحبكم لدينكم، عيشوه بروحانياته مش كلام محفوظ وخلاص، مش حجاب محطوط على الراس، مش حد عايز يشيل ويتبع ويبقى ماشي ورا أهوائه فيطلع فتوى ويغير الدنيا ويغير النصوص اللي نزلت من رب العالمين لمجرد تحقيق أغراض شخصية. كفاية بجد لغاية كده، كفاية. لسه الفرصة قدامنا إن نغير من نفسنا، نغير من فكرنا، نغير من ثقافتنا الدينية، نفهم ربنا جابنا ليه وعايز مننا إيه. دعوة للحياة في ساعة مع نبال. تصبحوا على خير.